وتنضم إلينا من دبي الإعلامية سالي الأسعد. سيدة سالي، ما هي المقاييس التي يتم الاعتماد عليها لاختيار أفضل مدينة للعيش؟ أهلا وسهلا سيد أحمد، وشكرا على الاستضافة. مثل ما ذكر التقرير قبل شوي، من أبرز العوامل التي يتم الاعتماد عليها في تصنيف المدينة إذا كانت هي من أفضل المدن للعيش فيها، أكيد الاستقرار، البنية التحتية، تنوع يعني فرص التعليم وأنواعه المختلفة، أيضا احترام وتقبل الآخر، احترام الديانات المختلفة، الأمن والأمان، قلة معدلات الجريمة، وأيضا التنوع الثقافي الذي تحظى به المدينة أو الدولة، بالإضافة إلى مدى إسهام الفرد في تنمية مجتمعه ودخوله في العمل التطوعي من أجل رفعة هذا المجتمع، بالإضافة للدخل المناسب للوظيفة، الأمان الوظيفي، ومجموعة معايير متعددة هي التي يتم على أساسها اعتبار أن هذه المدينة أو تلك هي الأفضل أو الأسوأ. وللأسف الشديد أن تتذيل عاصمة يعني الجمهورية العربية السورية دمشق الترتيب العام في العالم، بعد أن كانت يعني سوريا هي من أقدم الحواضر، وبالذات دمشق. يعني بصراحة كتير حزنتوني لما سمعت هذا الشيء في التقرير. صحيح. النمسا ليست من أقوى الدول الغربية اقتصاديا، إذا هذه المقاييس لا تعتمد على قوة المال. برأيي أنا الشخصي، من خلال تغطياتنا المختلفة في معظم عواصم العالم وأيضا أحاديثنا المختلفة مع الإعلاميين في المؤتمرات اللي بنحضرها، عمره ما كانت الوضع الاقتصادي هو المؤشر الوحيد أو المعيار الوحيد للحكم على جودة الحياة في مدينة. إذا أخذنا دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال، والتي تصدرت يعني المنطقة خصوصا مدينة دبي في بداية هذا العام في شهر يناير كأفضل مدينة في مؤشر جودة الحياة، يمكن هي كدولة ليست الأغنى في المنطقة، يوجد دول أغنى منها كثيرا، ولكن للأسف الشديد يمكن لا يوجد فيها نفس العناصر والمعايير التي تتمتع فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا يمكن إذا بنحكي عن دبي، من خلال شبكة البنى التحتية، من خلال معايير التي يعيش فيها الإنسان سواء كان مواطنا إماراتيا أو حتى مقيما، من خلال الأفق المفتوح إعلاميا، من خلال الحفاظ على حقوق الإنسان بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين. أنت عارف أنه يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة عدد جنسيات يفوق عدد الجنسيات المسجلة في الأمم المتحدة، ومع ذلك الحمد لله الكل يعيش بتعايش سلمي، لأنه لا أحد يسأل عن العرق أو الدين أو اللغة أو حتى الطائفة. يعني ممكن أنت تتجاور مع شخص في كومباوند أو في عمارة 4 و5 سنين وانت اصلا ما في شيء يدعوك انك تساله عن دينه غير انك تشاركه وتقول له كل عام وانت بخير. بالاضافه لانه الدول لما يكون عندها وزيره مخصصه للسعاده حتى يشعر المواطن والمقيم بالسعاده من خلال جوده الخدمات المقدمه، ويتم عمل مؤشرات متعدده، ويكون يعني حصولك على جوائز التميز من خلال اسعاد المتعاملين في الدوائر الحكوميه، أيضا هذا من أهم الأشياء اللي بتخلي الناس يشعروا بجودة الحياة، وهذا يكون بمعزل عن الأمور المادية والاقتصادية. يعني أنت لما تروح كشخص بدك تعمل معاملة في دائرة حكومية، بتروح وأنت سعيد، بتقف في الطابور، ما بيجي فلان لأنه معه كارت توصية، بتقدم عليك الطابور وبياخذ مكانك. كل هاي الأشياء بتخلي المقيم في الدولة يشعر باحترام آدميته وسعادة وجودة الحياة. هل البعد عن الصراعات والمشاكل السياسية، خاصة أن النمسا لا تتدخل كثيرا في المشاكل، تقف بجانب أوروبا ولكنها لا تتورط كثيرا، وأيضا في المركز الثاني ملبورن في أستراليا أيضا نفس الموضوع، هل البعد عن هذه الصراعات يساهم في رفاهية السكان في هذه المدن أو البلدان؟ أعتقد أستاذ أحمد أنه أنت هون حطيت إيدك على النقطة الأهم، هو البعد عن الصراعات وعدم التدخل في شؤون الآخرين. يقول ديننا الإسلامي الحنيف: لكم دينكم ولي دين. لو كل واحد بس اهتم بنفسه وبتنمية بلده وتنمية مجتمعاته، وكل واحد فينا إحنا كأسرة يهتم بنفسه وأولاده، يحاول يعلمهم مكارم الأخلاق والفضائل والصدق والأمانة والمحبة، بالتالي بتكون المجتمعات هاي مجتمعات متقدمة، مجتمعات تكون فيها جودة الحياة عليا.
دولة مثل النمسا يمكن تكون من أكثر الدول اللي الناس تتمنى تروح تقضي فيها وقتها أو حتى يتقاعدوا فيها، لأنها دولة توفر الأمان، توفر عناصر الحياة الكريمة. وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن إذا سألنا الشباب في العالم العربي من المحيط للخليج هتلاقيهم كلهم بيحبوا كتير أنهم يجوا يعملوا زيارة لدولة الإمارات أو حتى أنهم يشتغلوا فيها، لأنه البعد عن الصراعات والاهتمام بالتنمية البشرية والاهتمام بالإنسان وسعادة الإنسان وجودة الحياة المقدمة له تشعره بأنه مرتبط بهذا المكان ومش قادر يتركه. والدليل على ذلك أنه العديد من المقيمين في الدول هاي اللي فيها جودة الحياة عالية يمكن العودة إلى بلادهم متاحة والإمكانات المادية متاحة، لكن هم حابين أنه أبنائهم يعيشوا في ظل حياة تحترم آدميتهم، يكون دينهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم محترمة وغير منتهكة أبدا. من دبي الإعلامية سالي الأسعد، شكرا لك.